ودلوقتي هنتكلم عن ازاي نعمل سكشن في مشروع الريفت بتاعنا، سكشن تقليدي عادي مش مندرج. بمنتهى البساطة هنقف على اي بلان من البلانز ونقفل الاوبن تابس، وفي كويك اكسس تول بار هنلاقي امر السكشن، او من امر فيو هلاقي في امر السكشن، ولو عايز اعمل اليفيشن اضافيه برضو ممكن اعمل اليفيشن، لكن احنا دلوقتي هنتكلم عن امر السكشن. كل اللي انا هعمله ببساطه ان انا احدد مكان القطع بتاعي، وليكن مثلا عايز اقطع في الحته دي كده، فهبدا باول لاين وتاني لاين بمنتهى البساطه. انا كده عملت السكشن، هلاقي ان انا باصص في الاتجاه الشمال، ممكن اغير الاتجاه بان انا اشد ده كده، او يعني كده انا بزود الرينج بتاعي. لو انا عايز اعمل فليب، كل اللي انا بعمله ان انا بدوس على السهم ده يغير لي اتجاه السكشن. طيب السكشن نفسه اوصل له ازاي؟ يا اما اروح للبروجكت براوزر وادور على السكشن الجديد بتاعي موجود هنا في السكشنز، او ان انا اقف على السكشن اللي انا اخترته ده واعمل دبل كليك على الدايره الصغيره دي، هلاقيني نقلت على السكشن. وابتدي اشد الكريب كده علشان السكشن بالكامل يظهر، هلاقي سكشن ظهر معايا بوضوح. طالما انا باني ال 3 دي موديل كبام بشكل كويس، القطاعات بتاعتي المفروض ان هي تطلع مظبوطه زي ما احنا شايفين كده. طبعا ممكن اغير في الفيجوال ستايل بتاعها بمنتهى البساطه زي ما احنا شايفين كده. برضو هنقفل برضو هنا كلوز هيدن ويندوز علشان نرجع تاني نبص على وليكن السايت مثلا، ولا بلاش، يمكن السايت مش هيبان فيه سكشن، فخلينا في البلان وادوس دبليو تي ويندو تايل واقفل اللاي اوت وادوس ويندو تايل تاني دبليو تي اختصار على الكيبورد، علشان عايزين نجرب حاجه كده وندوس دبليو تي تاني علشان نخلي السكشن على الشمال عشان نقدر نقارنه بسهوله. كل اللي انا هعمله ان انا همسك السكشن، وانس ان انا مسكته في البلان ابتدى يظهر معايا الباوندري بتاعه هنا. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل موف ليه، هحركه. ناخد بالنا ان انا كل ما بحركه ممكن احركه يا اما بالماوس يا اما بالكيبورد على طول عن طريق الاسهم. لما بغير المفروض ان انا التغييرات بتاعتي هتبتدي تظهر في السكشن زي ما انتم شايفين، التغيير في البلان بيسمع في السكشن. فطبعا الحيله ديت حيله لطيفه جدا، ممكن من خلالها لو انا عايز اطلع في الكونسبشوال ديزاين سكشن معين وعايز اقارن ما بين انهي الافضل، ممكن افضل بالكيبورد احرك السكشن والقطاع بتاعي زي ما احنا شايفين هو قاعد بيتغير اهو. هنختار الانسب والافضل حسب رؤيتنا التصميميه. طبعا برضو من الامور المهمه في السكشن ان انا احط السكشن نفسه، لو انا عملت عليه سيلكت كده في امر اسمه سبليت سيجمنت. امر سبليت سيجمنت ده باختصار انا ممكن اقطع السكشن وابتدي اغير في المسار بتاعه بعدد لا نهائي، والتغيير اللي انا بغيره ده هيسمع في السكشن بتاعي. ممكن برضو ان انا اجي هنا او مقطع وباصص الناحيه دي لو انا عايز، الاقي ده طبعا سمع في السكشن دي، سمع في القطاع بتاعي هنا وظهر لي شيء مختلف. فكل دي من الامكانيات اللي اقدر اعدل بيها السكشن بتاعي.